السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية الجرذ في المنام باللص الماكر والعدو الخداع، وربما دلت رؤية الجرذ في الحلم على العيال والمماليك والأجراء، فيما رؤية الجرذ الرمادي في المنام دليل على الشر والخداع، أما رؤية الجرذ الأسود في المنام فهو دليل على الحقد والغل والضغينة، أما رؤية الجرذ الأبيض في المنام فهي دليل على التعرض للخديعة والنفاق من أقرب الناس إليك، أما عضة الجرذ في المنام فهي دليل على التعرض للغدر والحيل، والهروب من الجرذ في المنام يدل على الابتعاد عن قوة فاسقين، ويقول الجرذ في المنام دليل على مال حرام، أما رؤية ولادة الجرذ في المنام فهي تدل على الهموم والأنكاد، وقتل الجراد في المنام يدل على كشف خديعة ومكر، والجراد في الميت في المنام دليل على النجاة من حيل وخطر، ورؤية الجراد في المنام للعزبة يدل على تعرضها للنصب والاحتيال، ورؤية الجراد أو الجراد في المنام للمتزوجة قد يدل على زوج سيء الطباع والأخلاق، فيما رؤية الجراد في المنام للمطلقة دليل على تعرضها للنفاق والوعود الكاذبة، ورؤية الجرذ في المنام للحامل دليل على ولد كثير التكاليف والنفقات والله أعلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله.